بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا سادس الأشواط، ينطلق في هذا الصباح ومن مسافة 1500 متر للقعدان المفاريد وما هي اللحظات. نوافيكم مع الخمس المراكز المتقدمة. المركز الأول صدارة الشوط عرين فهد بن نايف الجهني مع مقدمة الشوط، وصدارة الشوط المركز الثاني وصل شاهين حسن بن سعيد على المركز الثاني. المركز الثالث وصل في ثالث المراكز وثالث التحدي القدوم في هذه اللحظات محمد بن بخيت الزعيري الشرقي الشرقي على المركز الثالث. المركز الرابع يوسولوم وصل رابع الأسماء ورابع التحدي شعر بندر بن محمد العتيبي مع الشبل. والمركز الخامس وصل شعار سالم بن سعيد المري مع رمز، لكن عود عرين يا عرين وشعار فهد بن نايف الجهني مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط. سلام يا عرين مع المقدمة وصدارة فهد بن نايف الجهني مع عرين وانطلاقة عرين. المركز الثاني وصل ثاني المراكز القدوم من شعر حسن بن سعيد مع شاهين، لكن أعود مع شعار الجهني بدأ ينطلق مع عرين وفهد بن نايف الجهني. يا سلام يا أبو نايف مع عرين وصاحب نقطة في السباق الماضي، يا سلام سلالة جبار رشيد، يا سلام مع عرين وانطلاقة عرين فهد بن نايف الجهني. سلام يا الجهني، سلام السلام يذهب إلى ينبع تهانينا والناموس مالك يا عرين فهد بن نايف الجهني. وهنا لاحظ وصول عرين بالمركز الأول، فهد بن نايف الجهني تهانينا والناموس. المركز الثاني شعار سالم بن سعيد المري المركز الثالث، كان وصول محمد بن راشد دعب المركز الرابع، حسن بن سعيد مع شيء المركز الخامس، وصلاء السيف عبد الرحمن بن سلمان بن حمد العتيبي. التوقيت زي من دقيقتين 12 ثانية 19 جزء.